يا من له ستر علي جميل، هل لي إليك إذا اعتذرت قبول؟ أيدتني ورحمتني وسترتني. سلام، كيف الأحوال؟ إن شاء الله كان تكونوا بخير. اليوم جيت معكم فيديو جديد درت لكم فيه المقعد. كما راكم تشوفوا عنا العيد على الأبواب إن شاء الله يا ربي. كما راكم تشوفوا عندي خالدي اللي خدمت فيه باك، عندي 3 كيلات منه وصيرته، يعني خاف حقيت الحبة المتوسطة. الكيلة الثالثة اللي كيلت بها ضفت لها شوية فارينة باش يجي يعطي المقعود الهشاشة ويعدل الدقيق تاعنا. الكيلة اللي كيلت بها دقيق نكيل بها كيلة سمن مع كيلة ماء وزهر، يعني عندي 3 كيلات دقيق، كيلة سمن مع كيلة ماء وشوية زهر معاه باش يعطي البنة. كما راكم تشوفوا مع الاول قسمت الدقيق تاعي، حطيت الملح ومن بعد بسستو، ومن بعد كي بسستو مليح ضفت له الماء لميتو ونخليه يرتاح ليله كامله. غادي الصباح ونخدموه. كما راكم تشوفوا لهنا ما راهي دارت الغرس كامل في العجينه. كما راكم تشوفوا تبدا تلحد فيها هكا وتخليه يركح، وتزيد دير الاخر، يعني تحل كي نقولوا احنا العجينه كما راكم تشوفوا، تحط الغرس النصف وتقفل عليها، ومن بعد تزيد تلحدها وتطبعها حتى تخلص. الغرس تاعنا كما راكم تعرفوا نداويه قرفه وقرنفل، ونحط له شويه سمن ولا زبده باش يعطي الطراوه برك، ونسقيه بشويه ما باش يعطينا الطراوه تاع الغرس تاعنا. هذا ما كان كاين اللي يضيف له الجنجلانيه، كل واحد كيفاه. كما راكم تشوفوا لهنا بدات تطبع، تعدل بالطابعة المقروض، يعني المقروض حاجة تقليدية تطبع مليح، يعني بالطابعة تحطو في النص يعني تركز عليه وتعدل الحواف تاعو كما راكم تشوفوا في الصورة، ومن بعد تقطعو. يعني نكلوه ديما هو. هنا كما راكم تشوفوا العجينة المقعود اللي تقعد هكا على الجوانب، القي بها باش الغرس تاعكم كما قلت لكم ما يتسحرق لكمش، ما تخليوش المساحة في البلاطو. خلاص لهنا راني جربت لكم واحدة ولا زوز، باش ما تقولوش راهي ما دارتوش. درت حبه ولا خليتهم ما جربتهم. ما راكم تشوفوا حطيت العجينه تاعي، نحط الغرس جاني بزاف نقص منه، ونحاول نقفل العجينه تاعي ونلحدها ونطبعها ونقطعها ونحطها في البلاط. هذا ما كان.
الى نهايه الفيديو. ما لي غير نقول لكم الى نلتقي ان شاء الله مع فيديو اخر. مع السلامه.